في وضعية مناسبة لافتتاح باب التسجيل في هذه الدقيقة. طبعا بالنسبة هذه الكرة التمريرة مرت من أمام الجميع، جاهل وجه لوجه يسجل الهدف الأول. مع تعليمات مختار عساس ممكن تكون ردة فعل من هذا الفريق لأنه عنده إمكانيات خاصة في الهجوم. ولو أن هذه الكرة داخل منطقة عمليات، توقيف الكرة المراوغة من خلوفي ومعادلة النتيجة. خلوفي يعادل النتيجة بنفس الطريقة تقريبا. لقطة توزيعة شوف تقريبا بنفس طريقة هدف فريق جمعية شلف، المراوغة الأولى والثانية ثم التسديدة الدقيقة، هدف التعادل. يعني نفس الشيء من يشبه الهدف فريق دكة الاحتياط. بينما هدف الثاني، هدف ثاني بعد تنفيذ الركنية بواسطة عرب بهذه الطريقة، والرأسية دقيقة من عرب محمد. تكلمنا مسجي مستغانم. بينما هذه الكرة خطيرة على الجهة اليمنى، والهدف الثاني، هدف التعادل، هدف التعادل من جانب فريق ترجي مستغانم. شوف اللقطة على الجهة اليمنى، ذكية جدا هذه التمريرة والتسديدة أيضا دقيقة، والهدف الثاني هدف التعادل. مسعود تكلمنا على السرعة، شوف كانت كرة بينية الجهة اليمنى، المدافع الأيمن يعني طبعا.